واش عطاوك منهم؟ عطاونا 11 هذوك. السلاله هذه منين الحاجه؟ ولا جلال؟ هذا 12 صحيت. شحال الميزان تاعهم هذو؟ حوالي 32 كيلو. 700 بيعة تاعهم 7.5 7.5 البيعة طوق مليح ها تاع 17 ب 4 و12 لا جاب ربي واش شويه ليها الحاج عطيه هكذا مشتري ما حبش يجري علينا والله غير المال والله غير رخيص عطوني 12 هذوك عطوني 11 هذوك ثلاثة خوات عطوني 11 هذا كيما عملوه شحال بعتوا كيما عملوه 14 عملوه ب 14 اليوم 12 احنا مازال بعيش مازال قلت لهم 15 ما جابش ربي فينا ولا في رحاب شويه ما كاينش البيع واش عطاو واش عطاو البيع ما كاينش وهذوك عطاوني 11 هذوك ثلاثه هذا الميزان تاعو شحال هكا حوالي 70 كيلو 70 كيلو الله راه مول هذا الحال و200 هذوك 700 هذوك عطاوني 11 ثلاثه هذوك زينين هذوك عطوني 11 ثلاثة البيعة تاعهم 12 طلبنا 12 لو كان يجيب ربي نبيعو ماشي غالي شوية لا ملاح ملاح باطل يستاهلوا 14 هذو والله يستاهلوا 14 واش رايك الحاج واش رايك يا ملاح مليحة الشيخ السلعة ما شاء الله السوق غالي يا خويا والبيع ما كانش راك تشوف السومة عطاو السومة بزال البيعة بزال وين السوق غالي يا خويا شخ شخ الروجيا الروجيا ارواح اسمع ارواح يبيع لك عطاوني 11 هذو والبيع طلبنا 12 يبيعهم ب 11 مازالوا مازال ما نبيعهم 11 ما كانش ما سلك ما كانش سلك 11 ومازال والله مازالوا طلبنا 12 اللي بغى يشري ما مركي على روحه بزاف 12 بزاف مازال الله يبارك فيك زنيان زنيان الخيرات انا نخدم غير حاجه مليحه يا الرئيس انا نخدم غير حاجه مليحه يا استاذ هذاك خروف برك هذا بدا يكسر بدا يكسر ما كان يشوف هذا زنيان هذا زنيان في زوج هذاك خروف سلعة ولاد جلال هذو ما يعرفونهاش والله ما يعرفونها هذه سلعة ولاد جلال والله ما يعرفونها البيع اللي ما كانش صراحة راح عند ولاد جلال يقول لك 17 18 هذو دي مليح الحاج طلب فيهم 7.5 طلبت 7.5 هذو هاي الحاج واش رايك في الخرفان هذا واش يا غاليين غالي والله غير غالي والله غير طلبت فيهم 7.5 تعطوني 7.5 700 يا هو غالي الله غير غالي وطرق هو ما حبش يقول لك غالي 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 عطاونا 700 الحاج تيوات ولا تكون علوشات هذو الخيل هذو السنه تيوات هذو السنه ديريكت يا ده احنا هذا ما نشتغلوا بفرصه احنا في قضيه السنه يا اعطي لا نشتغلوا نشتغلوا بفرصه قضيه السنه واحد واحد ما يعرفش تقول له سنه بيع اللي تبيع له كم يحب كما تحب انت يعطيك الصحه يا ولدي علو كما انت اسمع اسمع لي اسمع لي انت راه تبيع لي برحله لا تحوس لها سنه ولا من السنه يبيع له حاجه زينه الحاجه لا نبيع له لحم ياكل ما نبيعلوش الرهن رزق ربي كل زين زين بس رزق كاين السمين وكاين الشين كاين السمين وكاين الشين حط يدك حط عام هو ياكل عام هو ياكل لا عام هو ياكل عام هو باش تسرح انا نسرح فيه باش انت يا عام وانت سارح عام وانت قاعد الحاج قدام الكاميرا ياكل من تاع عام وانا سارح ياكل من تاع الله وزيد يعلم انا عام وزيد يعلم هو ياكل من تاع الله يعلم عنده ما عنده ما كل اسمع خدمنا خدمنا موالا قبل هو نقول لك يسرح يعلم ويداوي وما يخرج انا في صراحة الشيخة انا في الجايدة نهار طول بلا ما نظلوا هما قاعدين انا نزرع انا سرح انا نزرع وانا سرح صغير في الجبل سرعت قبلو ما كانش منها لو تاعك ماك سرح لو تاعك ماك سرح هاي قعد سرح ودي نعجة هاي واحد يقول لك نعجة كل اللي كذا سرح تستاهل ما يبيع والله من المهم لا نعجة السلكة حق داها نعجة السلكة حق داها ربي يجيب لك سوق الحاجة هذه معاك كلمة دراهم دراهم ما يحوش هذه كلمة
انا طلبتيه 14. ما عنده واش مقاطع زوج في السوق ان شاء الله الحاج. راه 70 كيلو لحم، 70 كيلو لحم. حاج واش رايك في الخرا؟ ها واش نقول انا محمد رسول الله؟ واش نقول يا عزيز؟ انا جاوني غاليين. الحاج على بالك يجيو غاليين، على بالك خطي السوق قدام الجامع يروح للدار، ولا قدام الكاين يروح للدار. زادوا داروا لها سلاح والله غاسعت ما تلقاهاش. ما سرحتش والله غاسعت قبله. عملوا لك تسعه عملول والله غاسعت منها تسعه. شنو يقول على بالي تحكم النعجه الحاج عملول دار تسعه والله نقول لك ها واحد انا اللي سارح بيفرق واش انت بلا بلا جلسه ذبحه اسنا العمجي والله ما تلقاها والله ما تلقاها العمجي.